أهلاً أعزائي المشاهدين، في الختام دعني أكرر قول المسيح مرة أخرى. قال يسوع: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. فالمسيح عم بطوب، عم يقول هنيئاً، يا للسعادة، يا لبخت، يا لغبطة، يا لفرح، يا لبركة، يا لغنى الشخص الوديع. طبعاً بالمقارنة مع العالم بيفتخروا بالقوة، بالعظمة، بالكبرياء، بالشهرة، بالصيت، لكن المسيح مدح نوعية من الناس. هذه نوعية متميزة، فريدة من نوعها، لكن هذه النوعية التي اختبرت فداء المسيح، اللي اختبرت التغيير الحقيقي في حياتها، فشيء طبيعي بتبتدي تتشبه بيسوع وبصفات يسوع اللي منها الوداعة، الحلم، اللطف، التواضع، اللي بتعكس كل هذه الجواهر الداخلية بتبتدي تظهر في حياة الإنسان. بصلي من كل قلبي إنه الروح القدس يعمل في داخلك، وتصلي إذا عندك هذا الطبع المتوحش إنه الله يهديك ويغير حياتك تغييراً جذرياً. الرب يباركك.